وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية بوزارة الإسكان. أستاذة نوال، مساء الخير. لو تحدثنا عن تفاصيل الحملة الإعلامية المتعلقة بموضوع اشتراطات التعمير والبناء وأبرز الإرشادات المتعلقة بالبناء. مسي عليكم وعلى جميع المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. الحملة الإعلامية حقيقة الهدف منها هي توعية المنتفعين بالوحدات السكنية بكافة اشتراطات وقوانين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لضمان علمهم بمتطلبات الترخيص في بناء الإضافات، وهذا من أجل استدامة المناطق الإسكانية وتشكيل نموذج حضري يحتذى به، وفي الوقت ذاته تجنيب المنتفع لعواقب تلك المخالفات. وهذه الحملة الإعلامية شرعت بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشكورة، وهذا طبعا ما يعد التعاون الأول من نوعه بين الوزارتين، بالإضافة للتعاون مع أعضاء من المجلس البلدي وبعض المحامين المشاركين في الحملة للإفادة برأيهم القانوني ونصيحتهم للمنتفعين بضرورة استصدار رخص البناء وفق قانون تنظيم المباني. ووفق القرار التنظيمي رقم 76 الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خاص فقط بالاشتراطات التنظيمية اللي تطبق على المشاريع الإسكانية. طبعا هاي الحملة بدأت في 15 فبراير من هذا العام وراح تستمر إلى 28 أبريل من هذا العام. نعم أستاذ نوال، كيف يتعامل أو تتعامل الوزارة مع البلاغات والشكاوى الواردة يعني ضد المنتفعين المخالفين لاشتراطات التعمير؟ طبعا وزارة الإسكان تقوم بعمل مسوحات ميدانية دورية على كافة المشاريع الإسكانية لرصد المخالفات كافة أنواعها. نعم. من ضمنها مخالفات البناء وأحالتها للبلدية المختصة بعد إشعار المنتفع المخالف بضرورة وقف البناء المخالف. طبعا تصل الوزارة الكثير من البلاغات، والوزارة تتلقى تلك البلاغات ببالغ الاهتمام، والتي تكون أغلبها من الجيران المتضررين من مخالفات البناء للوحدات السكنية المجاورة لهم. البلاغات توصلنا بعدة قنوات، يعني عن طريق خطابات رسمية أو اتصالات هاتفية أو بالحضور الشخصي أو حتى عن طريق برنامج تواصل. فحال وصولها المختصين بإدارة إنشاء وصيانة مشاريع الإسكانية يكشفون على البناء، يتأكدون من استصدار المشكو في حقه لرخصة بناء ومطابقة أعمال البناء للرخصة الصادرة من الجهة المختصة. في حال كان بناء غير مخالف هني يتم تبليغ مقدم البلاغ باللازم، في حال ثبت أنه مخالف يتم إلزامه بتعديل وضعه القانوني. نعم تفضل. طبعا تقوم بلديات بدورها في حال رصد المخالفة وعدم تعديل الوضع، تقوم الوزارة بإبلاغ شؤون البلديات بالمخالفة. البلديات بدورها تقوم هم بإنذار المنتفع المخالف لتعديل الوضع القانوني. في حال إن امتنع تضطر في النهاية لإحالة المخالفة للنيابة العامة وتنتهي طلباتهم بالغرامة وإزالة مخالفة البناء. نعم أستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا.